400 دار نشر أردنية وعربية ودولية من 22 دولة شاركوا في انطلاق فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب الخميس. وانطلقت فعاليات المعرض برعاية مندوبة جلالة الملك عبد الله الثاني وزيرة الثقافة هيفاء النجار وبمشاركة دولة الكويت كضيف للمعرض. وتتضمن فعاليات المعرض العديد من البرامج الثقافية الزاخرة بالندوات وحفلات إشهار الكتب وفعاليات خاصة بالأطفال، في حين يحظى المعرض بأهمية واسعة نظراً لمشاركة العديد من الدول والكتاب حول العالم. الحمد لله، اليوم سوف ينطلق افتتاحية معرض عمان الدولي للكتاب، والذي يقام تحت الرعاية الملكية السامية بالتعاون طبعاً والتشارك مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى. سوف يستمر هذا المعرض لتاريخ 10/9، ويكون الدوام يوميا من الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 10 مساء. يشارك طبعا في هذا المعرض أكثر من 400 دار نشر من مختلف الدول العربية والدولية، وهناك الكثير من الإصدارات الحديثة التي المتوفرة في أروقة المعرض ضمن الناشرين المشاركين في هذا المعرض. يصاحب معرض عمان الدولي للكتاب برنامج ثقافي منوع. طبعا أريد أن أشير أنه ضيف الشرف لهذه الدورة دولة الكويت الشقيقة، بالإضافة لها برنامج أيضا ثقافي مصاحب لمعرض عمان الدولي للكتاب. وحافظ معرض عمان منذ عام 2016 لغاية هذه الدورة على شعار القدس عاصمة فلسطين. اليوم هذه المشاركة، وخاصة اليوم احنا يعني دولة الكويت كضيف شرف في هذا المعرض، يعني يعطينا الفرصة يعني المناسبة أن نقدم الإرث الثقافي لدولة الكويت، وأن نقدم يعني أنشطة مصاحبة في هذا المعرض، وأن نستفيد من هذه التجارب بهذه المشاركات بهذا العدد الكبير من دور النشر، حتى يعني يرفع من مستوى الفعاليات والمشاركات في دولنا العربية، وأن نقدم نفسنا للعالم أجمع أن نحن نحظى بإرث ثقافي وحضارة كبيرة لنقدمها للعالم أجمع. اليوم التواصل الثقافي هو الرسالة الأنبل، رسالة نقدر نوصلها للعالم من خلال المثقفين، من خلال الكتاب، ومن خلال تطوير المجتمعات في كافة المجالات. لقد فعاليات هذا المعرض الذي يتم من خلاله عرض الكتب على مستوى الوطن العربي، وهناك مشاركة كبيرة، مشاركة من قبل ذاكرة الوطن والمكتبة الوطنية من خلال الوثائق والصور التي توثق لتاريخ مملكتنا الحبيبة، حيث أن هذا المعرض يسمح للمواطنين باقتناء الكتب التي تطبع ليس فقط في المملكة الأردنية الهاشمية ولكن على مستوى الوطن العربي. وتشارك دولة الكويت كضيف للمعرض بالعديد من الفعاليات والأدباء والعديد من الكتب والندوات، وتشارك العديد من الدول الأخرى بكتبها الخاصة لأدبائها وكتابها. نحن الآن بناء على دعوة كريمة من الأخوان في اتحاد الناشرين الأردنيين، نحن ضيف شرف هذا المعرض هذا العام بإذن الله. مشاركتنا بإذن الله راح تكون مشاركة فعالة أيضا في برنامج ثقافي بإذن الله متميز، راح يكون موجود منا محاضرين وأدباء ومفكرين كويتيين راح يتكلمون في بعض الندوات الأدبية والتاريخية عن العلاقات الكويتية الأردنية، أيضا عن القضية العربية الأولى وهي قضية فلسطين بإذن الله. نتشرف بأن نكون مشاركين في معرض عمان دول الكتاب رقم 21 بإشراف طبعا اتحاد الناشرين الأردنيين، والتعاون المشترك ما بين أعضاء الاتحاد واتحاد الكتاب مع اتحاد الناشرين. احنا اتحاد الكتاب مشاركتنا عبارة عن حوالي 200 عنوان هو نتاج أعضاء اتحاد الكتاب، وهذا الشيء الحمد لله يشرفنا، وأن نكون في هذا الميدان وهذا المجال الثقافي الكبير، وهذا عمل وطني نفتخر ونعتز فيه، نعتز بمشاركتنا بهذا العمل الوطني الكبير. ويستمر المعرض حتى 10 من أيلول لفتح الآفاق أمام العديد من القراء والكتاب لتبادل الآراء والخبرات من حول العالم. سوما البيك، الحقيقة الدولية.